احنا المصريين عندنا الحكمه والنور مهمين جدا جدا في حياتنا، وعشان كده احنا شايفين ان الحكمه والنور هما الجسر اللي بنوصل بيه لربنا، ودوت اللي بيفتح بصائرنا عشان نشوف بديع خلق الله سبحانه وتعالى ونوره. فكان لابد ان احنا نقدر نعم ربنا، وعشان نقدر نعم ربنا لازم نحط نعم ربنا في علاقه بيننا وبين الله. وعشان كده كان من اجل النعم اللي بتوصلنا الى الله نعمه البصيره ونعمه النور اللي بيرمز ليها في حياتنا بالعقل. وعشان كده المصريين قالوا ربنا عرفوه بالعقل. ربنا عرفوه بالعقل ده محرك مهم جدا في حياة المصريين. محرك لإيه؟ تعالوا نشوفه في التقرير التالي. ربنا عرفوه بالعقل لأن القرآن نزل على جبل خشع ما قدرش يستحمله، ونزله على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فأنشر الدين الإسلامي وأنشر الإسلام كله. وده الحقيقة يعني اللي احنا عايشين بيها دلوقتي. احنا ما شفناش ربنا، بس ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بس حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا وفي ناس بتقول لك عرفناه بالرسل، يعني يا سيدنا محمد هو اللي عرفنا ربنا سبحانه وتعالى. ايوه ربنا عرفوه بالعقل، يعني لازم تبقى عارف انت بتقول ايه. يعني عندما هو انا بقول لابني يا ابني ربنا عرفوه بالعقل، ازاي لما هو هتعدي البحر عوم؟ يعني ازاي ايوه بيتولد بيلاقي نفسه حبيب الدين، حبيب انه يستكشف الكون بتاع، فده يعتبر عقل. اه يعني العقل هو كل حاجه، لان هو ميزنا بالعقل عن باقي المخلوقات كلها، هو الانسان الوحيد اللي متميز بالعقل. فربنا ادانا العقل ده عشان نفهم منه ونفكر ونحسب اي حاجه بعقلنا، يعني احنا حاسين بيه فعشان كده عارفينه بالعقل. يعني مثل صحيح برضو، يعني لكل ما الانسان يتعقل في امور الحياه ويتعقل في يتريس كده، مثلا يشوف ربنا خالق لنا حاجات كتير وخالق معجزات وانشأ الكون كله، فلازم من سياق الكلام ده ومن تفكير في كنيه الحياه حوالينا ان لازم يكون في عقل، ان في قوه اقدر ان هي تكون خلق الكون ده كله. يعني اه طبعا ربنا عرفوه بالعقل لان ما حدش شافه، لكن في دلالات كتير تقدر تشوفها فيه، تقدر تشوف صنع الانسان، الاشياء، طير الحديد في السماء، مشيان الحديد في البحار، كل ده من معجزات الخالق. ربنا ما حدش دل عليه، هو طبيعه الانسان بعقله بيوصل لان في اله متحكم في الامور، الامور مش عشوائيه. احنا ما بنشوفش ربنا لكن بنستدل على وجوده من حاجات كتير جدا، يعني ابسطها زي بنتنفس وننام ونقوم والسماء اللي حوالينا من غير عمد بنشوفها، وكل حاجه حوالينا في الحياه يعني بتدل على وجود ربنا من غير ما نشوف. احنا ما شفناش ربنا واحنا عرفناه بالعقل.